أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. أعزائي المشاهدين، يرحب معي اليوم بضيفنا المميز الأستاذ صلاح من First Aluminium and Glass Fabrication. أهلا أستاذ صلاح. أهلا بحضرتك. بداية نشكرك على اللقاء السعيد اليوم، ونتمنى نعرف الزيادة عنك. أنا اسمي صلاح خضر، المدير العام لشركة محمود الخضر. احنا شركة أساسية في مجال المقاولات والديكورات والإنشاءات، وبقالنا في الإمارات 2.5 سنين تقريبا. بعد ما اشتغلنا في الإمارات في مشاريع تخص الديكورات والإنشاءات، أنشأنا شركة تانية اللي هي فيرست الألمونيوم من تحت شركة الخضر، عشان ندعم شغلنا ونعمل لنفسنا زي اكتفاء ذاتي للشغل، ما نحتاجش حاجة ان احنا نجيبها من بره. تمام. استاذ صلاح، ممكن تحكي لنا شوية عن الخدمات اللي بتقدموها بشركة الألمنيوم؟ شركة الألمنيوم اغلب شغلها بتقدم على الشغل الخاص بشركة الخضر، من ناحية تنفيذ كل المتطلبات اللي بتتخصصها المتطلبات المالية الهندسية، واخر حاجة شركة فيرست قامت بيها تشطيب شباك وبيبان الاثنين جامع في الشارقة، لسه هما تحت الانشاء دلوقتي، وان شاء الله هيبقى في تصوير ليهم، هتبقى حاجة كويسة جدا وشغل كويس جدا طالع من الشركة من هنا. استاذ صلاح، ممكن تخبرنا شوية عن خطط المستقبلية لشركة الألمنيوم؟ شركة الألمنيوم احنا النهاردة الانتاج بتاعنا اليومي بمعدل من 80 ل 100 قطعة في اليوم، ويعني اعتقد ان ده لشركة صغيرة بتخدم على شركة اساسية ده معدل كويس، بس ان شاء الله احنا مخططين في خلال الثلاث شهور الجايين ان احنا نزود المعدل ده بنسبة 30%. ما شاء الله، اتمنى لك الافضل ان شاء الله. استاذ صلاح، من خلال خبرتك الطويلة في مجال البزنس في الامارات، شو نصيحتك للي بحب يستثمر في الامارات او يجي يبدأ عمل في الامارات؟ الامارات من الدول اللي بترحب بكل حد جاي يحط استثمار في الدولة، من سهولة اجراءات لسوق عمل مفتوح لكل الدعم اللي ممكن تلاقيه بيتقدم هنا في الامارات، غير ان الدولة بتوفر لك الشغل وبتساعدك في ان انت تقوم بالشغل المطلوب منك على اكمل وجه. ما شاء الله. استاذ صلاح، من خبرتك كيف ساهم الامن والامان يساعد الاستاذ صلاح لحتى يأسس الشركة ويستمر فيها وينجح فيها؟ الامن والامان هنا في الامارات يعني من الحاجات الملحوظة جدا. انا دلوقتي بعمل الاجراء ما بياخدش مني يوم، بعمل الاجراء عملته الصبح عملته بالليل، انا مطمن بتحرك بشغلي بمعداتي بكل حاجتي في اي توقيت في الدولة، انا حاسس ان انت كأنك بتتحرك جوا بيتك، عايش في مطمن شغلك حياتك بيتك اسرتك، مفيش احسن من كده. قبل الانتهاء استاذ صلاح، كيف ممكن نوصل ونتواصل مع المصنع فيرست؟ عن طريق الصفحة بتاعتنا، وارقامنا هتبقى موجودة على الصفحة باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ صلاح. شكرا لحضرتك. الى هنا اعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.